counter that threat, including taking military action inside Syria. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يهدد بشن عمليات عسكرية داخل سوريا لوقف تهريب المخدرات قائلاً لقناة CNN الأمريكية: إن لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد الخطير، فسنقوم بما يلزم بما فيها العمل العسكري داخل الأراضي السورية. والسؤال: هل سيواجه الأردن ميليشيا أسد وإيران ونصر الله للقضاء على هذا التهديد؟ أم يمكن القول حرفياً زعم الصفدي أن سيقتل مربعاً؟ أبشر بطول سلامة يا مربع، خصوصاً أن مدير أمن الحدود الأردني أكد قبل أكثر من عام مسؤولية ميليشيا أسد وإيران عن عمليات التهريب المنظمة. وسبق تهديد الصفدي تهديدات مسؤولين على وسائل إعلام رسمية بالخيار العسكري لوقف التهريب وحماية الحدود. ولأن التهديد هنا لا يقتصر على الفقاعة، يبقى الأكيد في تناقضات الصفدي وبذات اللقاء أنه أسهب في الحديث عن جهود الأردن لعودة ميليشيا أسد للجامعة العربية، أي الميليشيا التي التقى مندوبها قبل أيام والمسؤولة مع إيران وفق المسؤولين الأردنيين عن التهريب اليومي للمخدرات والأسلحة. الواضح أن العمل بوجهين تحول من مسمى النفاق إلى السياسة والشطارة، وبات دعاء الأنظمة المهرولة لتعويم قتلة الشعب السوري: اللهم كرسي. ومع زيارة إبراهيم رئيسي لسوريا كمحافظة إيرانية، يبدو التخبط الحاصل بشن عملية عسكرية والتطبيع مع بشار في تصريح واحد مرده لفشل السياسات العربية عموما. فبداية، ألم يكن الجنوب السوري بأهله وفصائله جدارا بشريا وعسكريا بوجه ميليشيات أسد وإيران ومخدراتهم قبل بيع الأردن لحدوده الشمالية صيف 2018 ضمن ما عرف بصفقة تسليم الجنوب؟ قال للسيد الخامنائي. ومع رفض بشار أسد لأي تنازلات وفق تصريحات المسؤولين، بل وابتزازه للأنظمة العربية ماليا رغم هرولتها، ألم يكن ملك الأردن من قدم هذه الخدمات لبشار أسد لتقويته عندما ذهب للإدارة الأمريكية عدة مرات مترجيا تخفيف عقوبات قيصر، راميا بقضية الشعب السوري ومليوني قتيل وملايين المهجرين عرض الحائط بحجة خط الكهرباء وفقا لشهادة سعد الحريري؟ وفي حديث أوريدي صاير نحن مع الأردنيين عشان يشوفوا كيف نحن نزيل العقبات مع الأمريكان عشان نقدر نجيب الغاز على 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 لبنان. قدروا الأردنيين يقنعوا الأمريكان. Taking military action inside Syria. في حين ومع التهديد بشن عملية عسكرية ثم الهرولة للميليشيا المسؤولة عن تهريب المخدرات والسعي لتخفيف العقوبات الأمريكية عنها، هل تصدق شكوك بعض المحللين حول الشراكة مع ميليشيا أسد لتهريب الكبتاغون بهذه الكميات الضخمة إلى دول الخليج العربي؟